السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مباشره من مدينه تمارا. مباشره من مدينه تمارا، وهنيئا للساكنه ديال مدينه تمارا تقدم الاشغال بشارع الحسن الثاني والطريقه الموازيه لشارع الحسن الثاني. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، دخول اليات ومعدات جديده للورش ديال الاشغال ديال شارع الحسن الثاني، اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله تغييرات كبيره جدا. فالاشغال هنا في الطريق الموازيه والطريق الرئيسيه، خليكم معنا نشوفوا اشنو واقع. كما سبقنا وشرنا انه كاين اشكال هنا ديال السيارات اللي كيتركنوا هنا في الجنبات، والناس كيلقاو راسهم خصهم يمشيو وسط الطريق. هذا المشكل في طلي السيد الوالي اليعقوبي، لانه غيكون تغييرات على مستوى الطريق ان شاء الله. الحراقيه نايضه في شارع الحسن الثاني من الجهه الشماليه الى الجهه الجنوبيه، من المدخل الشمالي من مدينه تمارا في اتجاه مركز المدينه. ثم الإخوان، الأشغال على قدم وساق في مجموعة من الزوايا، إزالة محطة الحافلات هنا من أمام الحي الصناعي. تطورات كبيرة بمدينة تمارا، أكيد الحمد لله مع الوجوه الميسرة تيسرات الأمور اليوم في مدينة تمارا، ولينا كنشوفوا أشغال في كل مكان، ولينا كنشوفوا تغييرات مهمة. هنايا الجردة اللي كتشوفوا على اليسار كيحيدوا الإخوان جميع الامور اللي ما صالحاش، الاشجار اللي مأطره على الجمالي ديال هذا المكان، كلشي غيتحيدو. هما بداو كيحيدو لنا الاعمده الكهربائيه. صافي دقوا السكات الاخوان، شوف تبارك الله، شوف الاخوان هنا الجزر ده الفوق شحال ديال الخدمه كاينه. هذه ان شاء الله غتكون كلها بالغازو، غتكون جميله، عمليه الحفر متواصله باش الطريق توسع. الأشغال على طول الشارع، اللهم بارك. تبارك الله، خدمة نقية الإخوان. هذا الشارع غيولي من اجمل الشوارع هنا بمدينه تمارا. ننظروا لشارع الحسن الثاني، مجموعة من المعدات، مجموعة من الآليات، الأشغال في كل مكان على طول الشارع.
الاخوان بالنسبه للسونطره، الاشغال مستمره على طول الشارع، والاشغال في نفس الوقت عندنا في هذا الاتجاه في الطريق الموازيه امام ريدال. هادشي كلشي غادي يتبدل، غادي نشوفوا شوارع نقيين الاخوان، والله العظيم غادي نشوفوا شوارع زوينين. شهات خرجت تمشى شويه، دير واحد الجوله في المدينه، ولكن كنقول للاخوان انه لازم ما نديروا اليد في اليد، نغيروا السلوك ديالنا حتى حنا باش نحافظوا على مدينتنا وتكون الامور مزيانه. هاد القنطره تشمل عمليه الهدم، الاخوان الطريق تحلات مؤقتا، باش نبشركم الطريق تحلات مؤقتا بعد ما دازت فيها عمليه الاسفلت. واخا كنت نقول لكم ردوا البال، ردوا البال، الله يجازيكم بخير، راه باقي الرتوشات، باقي الناس خدامين، الناس باقي خدامين، الله يجازيكم بخير. الى درت واحد الامور اللي هي مؤقته راهي تامه. انا الاخوان شوفوا تبارك الله الشارع قداش ولا، شوفوا الشارع قداش ولا، والله يبارك. شوف 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 تبارك الله، ما يبقاش عندنا داك المشكل ديال لومبوتياج بعد على الاقل شويه. هانتوما الاخوان شوف تبارك الله الخدمه فرمشه عين، كتغير الامور، هادشي كيفرح، وهادشي كيعطينا غير نزيدو انه اكثر واكثر بالاشغال اللي كنشوفو في مدينه تمارا. هنا امام مدرسه الموحدين، الاخوان باش الصوره تكون واضحه اكثر. تبارك الله، هذه الطريق الجديده اللي ولات جنب جامايكا، الاسم السابق الاكبر تجمع صفيحي بمدينه تمارا. كما شرط لكم الاخوان غادي تشمل عمليه الهدم. تبارك الله الخدمه من راس الشارع الدخله ديال تمارا من جهه الرباط حتى للسونتر ديال تمارا، الخدمه ممكن الله يعطيك الصحه والله يسخر الامور، ونتمنوا بالله الخير مازال القدام. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.